وهذا هو القانون. وإذا رحنا عرض هذا الشيء المبدا الرئيس هذا قانون يخصو يجينا لنا عرض لأن يعني غنعرضو واحد الملاك كبير 640 مليون وكان مفروض على السيد الرئيس مصلحة السيد الشوقي كما ترجمنا الوثيقة الأخرى ديال المحطة وخدمنا كما ترجم حتى القانون أنا كنت أسف علاش حتى الوثائق اللي تعطاتنا عطات ديك الخريطة فهي غامضة كيخصك الرئيس تقولنا واش انت كتشوف المدينة كي كاين ديك المواطن الزمن أماكن راه عايش بلا زمن السي الرئيس وراه معنا العمال جالسين على الهاتف ويعرفون الشركة واش الشركة غدبر المدينة في شاحنة وحدة راه عندهم كاميون واحد السي الرئيس تقدر تحمل في أكثر من ثلاثة ديال الكاميونات عندهم كاميون واحد هذا عادي السي الرئيس وكاميون واحد يكون خسر راه المدينة كاملة فيها كاميون واحد شاحنة وحدة وما حاضر مع المنازل هيك وهم جالسين شاحنة وحدة راه ما كاينش الشاحنات شاحنة وحدة أما الأخرى اللي كتجاب جديدة كيما خسرة الأولى هذيك الحاويات هذيك راه شاطر الناس ديال الزندايا وجاو من هنايا ربي واحد التيكات نص ساعة على سباق السيد هذا غادي يروح اتفاقية مع الناس ديال الزنايا مع الزنايا بواحد المبلغ اللي هو أقل المبلغ ديالنا ولكن المطر اللي عنده أحسن المطر ديالنا وعنده أكثر منا هذا هو الرزق المطر راه تبقى حاضر مع الاستثمارات على مصور في اللحظة اللي كنت دابا تفكر في حاضر تخلالها الماتريال الجديد جاب الناس حنا عندنا كاين واحد وديك الحاويات كاين تسنايا وراه داير عليهم تيك هاد المبلغ السي الرئيس اللي هو 640 مليون حنا كنحاولوا نزنداو وسط النفقات والسيد السيد السي رفيق وواحد المجموعة كنشوف كيف نمول المالية اللي حنا نجيو غنعطيو المبلغ هذا اللي كيجيب واحد المعدل ديال 2 مليون في النهار واش هذا زين النظافة ديال المدينة المدير اللي خدم يعرف شكون كاين النظافة مصحى المواطن سن أي حي ولكن أنا قلت في أي حي المواطن هو اللي كيجمع الزبد زولنا الشوارع الرئيسية الحالة الثانية خصنا نشوف الناس ديال الإنعاش هما اللي كيشطبوا الناس ديال الإنعاش هما اللي كيشطبوا السيد الرئيس راه ماشي هي الكل الناس ديال الإنعاش هما اللي كيبغوا التنظيم ديال المدينة أما يبقى ما عندهاش القضية ديال العمال سمعنا الإخوان بس عاد السيد بأنه كيكذب علينا هاد العمال راه ما كايناش غير أسماء صور خلالة درس التوتي كاينة سي خلالة وقلنا واش كاينة لا واش كاينة صح بس جراحلة أو دير هنايا يعني كنسولك عارفة واش كيدير نظافة في الكارة ما دارش المدينة
واش كي دابا غادي نبدا باش نعرف الحق ديال المدينه بغيت السيد الرئيس هكا شفت كنا كنتظروا كيفاش كنتو تفكروا في الغاء الاتفاقيه مع الشركه وداروها جماعات الدار البيضاء والمحافظه المقرر ولكن احنا غنزيدو غنعطيو واحد 600 مليون كادو ومشاو مع شي ناس وعلى الاسف